أول من أمس تمكن النادي المصري من هزيمة فيوتشر والوصول إلى نهائي كأس الرابطة. فرحة جماهير النادي المصري خلت الكل انتبه يسمع الصوت ويشوف الناس ويسمع جمهور النادي المصري، إن الفرحة كانت فرحة عارمه جدا جدا. انا معايا على التليفون استاذ رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيك، تحياتي، مساء الفل ومبروك، الف مبروك المكسب. اهلا كابتن ابراهيم، ازيك؟ اهلا وسهلا بحضرتك، كله زي الفل. يعني هل توقعت المكسب، الوصول الى نهائي كاس الرابطه، هذا الاحتفاء الجماهيري الكبير بالفريق بعد الوصول للنهائي؟ الحقيقه جمهور النادي المصري امبارح عزف سيمفونيه اكثر من رائعه. ده حقيقي. في حب النادي المصري وفي حب بورسعيد، واعتقد ان مجلس الاداره مع الجهاز الفني بذل مجهود كبير جدا. الجماهير متعشه لتحقيق بطوله كده، بتحب فريقها ومعاه في اي مكان يروحه. اعتقد ان شاء الله باذن الله. هل انتوا رصدتوا كنتوا مكافئات للعيبه قبل المباراه ديت ولا لا؟ الحقيقه خاصه كامل ابو علي في لقائه بعد المباراه وعدهم بمكافآت، لكن طالب التركيز ثم التركيز لتحقيق البطوله باذن الله، ووعد هو بمكافآت من حسابه الشخصي هيتم صرفها للاعبين ان شاء الله في حال الفوز بالبطوله. رصدين مكافآت خاصه؟ اكيد 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 اكيد. طيب بسأل حضرتك بقى على الياس الجلاصي، هل هو من اللاعبين اللي ممكن النادي المصري يسيبهم ولا لا؟ نهج النادي المصري ونهج مجلس الإدارة عدم التفريط في أي لاعب مؤثر في الفريق، والحفاظ على قوام الفريق إلى أن تنتهي العقود. الكلام عن الاستغناء عن الياس الجلاصي أو غيره، الياس عقده ممتد سنتين غير الموسم اللي أوشك على الانتهاء. الحديث عن الكلام ده النهاردة مش مجاله خالص، يعني مش مجال، خصوصا ان الياس لاعب كبير متمسك بوجوده في النادي المصري، ما عندوش مشكله خالص التواجد مع النادي المصري. طيب خليني اسال حضرتك بقى في جزئيه متعلقه بالصفقات، بدات تشتغلوا على الملف ده ولا واحده واحده الدنيا هتتضح بالنسبه لكم؟ الملف بيتولاه الاستاذ كامل بصفه شخصيه، وهو بيعتبر نفسه متفرغ تماما لهذا الملف. وان شاء الله اللي جاي خير باذن الله للبقى. ان شاء الله باذن الله. الجهاز الحالي مده تعاقده مع نهايه هذا الموسم، مظبوط كده؟ تمام تمام. هل في نيه للتجديد ولا لسه الموضوع ما اتطرحش بالنسبه لكم كمجلس اداره؟ انا اعتقد ان كابتن ميمة عبد الرازق وجهازه المحترم مستمرين بيحققوا نتائج، ان شاء الله يحققوا البطوله اللي جماهير النادي المصري متعطشه لها تماما وفي انتظارها، وان شاء الله الموسم اللي جاي يستمر كابتن ميمة عبد الرازق ومعاونه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبتمنى لك كل وبتمنى لكم كل التوفيق يا استاذ رجب، ان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن. بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك شكرا جزيلا استاذ رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري.